كلنا بنعرف انه دمشق اشتهرت من عصور طويله بتاريخها وبعراقتها وبتراثها بالحرف اليدويه. اليوم عم نحكي عن حرف يدويه كان لها بصمه كثير مهمه، مو بس على الصعيد السوري، ايضا على الصعيد الدولي. اليوم بدنا نحكي عن هي الحرف السوريه اللي بتعبر عن اصالتها، مثل النقش على النحاسيات، الاباريق، الزخارف بشتى اشكالها وانواعها. اليوم نحن كيف قادرين نحافظ على هذا الإرث الحضاري الجدا مهم، وخلينا نقول نورثه من جيل لآخر يا ليلى. تماما يا رشا، وضمن محطتنا رح نحكي عن هالحرفة وأهمية تعليمها وتدريبها للأجيال القادمة، وعن مشاركة الحاضنة الدمر الثقافية في المؤتمر العلمي الثاني في كلية الآداب والعلوم الإنسانية مع الشيخ أكار في الفنون النحاسية والتشكيلية عدنان تنبكجي، وأيضا أمين سر هيئة المدربين في حاضنة الدمر المركزية للحرف التراثية. سعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير استاذ، صباح اهلا وسهلا فيك. يا مرحبا، دايما لكم يعطيكم الف عافيه لكل شيء عم تعملوه. والملفت فيكم وبحاضن الدمر انه رغم كل الظروف اللي مرقت انتم كنتوا على عجله من العمل بشكل مستمر، وكنتوا قادرين تبدعوا وتعملوا شيء جديد، يعني مو انه اليوم طورتوا ورحتوا للحداثه والتطوير. طبعا مشكورين يعني على كل الجهود اللي اشتغلتوا عليها. بدايه خلينا نروح لكليه الادب للمعرض، نحكي هيك عليه بشكل عام، ايمت بلش، ايمت حينتهي، شو بيضم اكثر شيء، وهيك ندردش بشكل عام عنه. يسعد صباحكم للاخوه المشاهدين. الحقيقه هذا المعرض بيعني لنا كثير، يعني هون بناخذ المعلومه الصحيحه، وخاصه بكليه الاداب نحن عم نشارك السنه الثانيه على التوالي، وحتى في ما قبل هذا المؤتمر يعني للسنه الثانيه نحن من قبل كنا مشاركين اكثر من مره بكليه الاداب. هذا المكان العظيم اللي فيه تواجد كبير، تواجد يعني للطلاب والطالبات والمدرسين والدكاتره، كله طاقه حلوه بهذا المكان، عم ناخذ منهم المعلومه وعم نوظفها بمكان الصحيح. أنا واحد من الناس وقت ساويت الشطرنج السوري والحمد لله عمل ضجة كبيرة، كان مرجعيتي للدكتور عمار النهار بقسم التاريخ والأستاذ خالد فياض كمان باحث بالتراث، يعني في معلومات اللي احنا بصراحة ما بنعرفها. وقت الحرفي بيتقن العمل وبيساوي بأنامل الذهبية عمل فني بتحفة فنية رائعة، كمان وقت بتكون موثقة وصحيحة ومعلوماتها صحيحة، وبيزيد انه هو عم يشتغل فيها، مو بس هو عم يشتغل بشيء بيلمسه وبيروحه وبيعيش الحالة، كمان بياخذ المعلومة الصحيحة وقت بيصدرها للغير. إذا هون تناقلت معلومة من دكتور الجامعة للحرفي للجمهور وحتى للعملاء، وممكن تكون بمعارض خارجية هاي المعلومات اللي احنا بنصدرها الغير. صحيح. وبتعرفي سوريا يعني انطلقت من الحضارة. خلينا نحكي أكثر عن الإقبال ضمن هذا المعرض، كيف كان الإقبال وكيف عم بيكون؟ الإخبارية السورية ما شاء الله على طول بتغطينا ونوجه لكم التحية على طول. كان في إقبال رائع جدا، في كثافة كبيرة، يعني من كل الكليات إجوا على كلية الآداب من جامعة دمشق، ومن كثير من الكليات في منهم كمان إجوا وصار عم يطلبوا من غير جامعات يجوا على هذا المعرض الضخم اللي فيه كل تقريبا أنواع الحرف التقليدية التراثية اللي دمشق أو سوريا بتفتخر فيها، حتى من غير محافظات إجا. عنا النحاسيات بأنواع، عنا تنزيل الصداف، الآلات الموسيقية والفنون تبعها، وخاصة الآلات الوترية. وفي طلاب صاروا يتغنوا بالعود ويعزفوا، يعني صار طاقة حلوة، يعني واحد بيعرف يعزف بيعزف وزملائه بيكونوا وبيعملوا هيك رقصات شعبية بهذا الملتقى الحضاري الراقي. كمان الخشبيات بكل أنواعها والفنون الخشبية، وفي عنا الأغباني كان تواجدوا، وفي الدهان الدمشقي، يعني فينا نقول كل الحرف والجلديات، جلديات بكافة أنواعها والصناعة العريقة تبع دمشق بهي جلديات، كانت من جزادين لأحزمة لأكسسوارات نسائية، وفي أكسسوارات كمان صغيرة. اليوم ما عنا والله منتج فقط صيني، عنا منتج فني إبداعي من الصبايا والحرفيات والشيوخ الكار السيدات. نعم. عم يساووا تحف فنية صغيرة لأكسسوارات، وفي عنا كمان موضوع شك النول على موضوع الفساتين السهرة. يعني اليوم كان المهرجان في توسع، والمنمنمات الصغيرة العادية ما كان لها وجود، وإنما كان كله حرف فنية إبداعية لفت الانتباه، وصارت الناس ما تصدق إمتى يطلعوا من القاعات الطلاب والطالبات
انه صار مخهم وفي سرد، هن قاعدين عم ياخذوا الدروس تبعهم ما عم يصدقوا امتى يطلع، ولو كان قبل 10 دقائق بس ليحضروا هذا المعرض او المهرجان الفني الراقي. واجا كمان ناس من العراق، اجانا ناس من روسيا، لانه في وفود مشاركه بهذا المؤتمر، وانا بدوري كمان بهذا المؤتمر بفخر بوجودي بهيك مكان مقدس. شرحت عن التحفه الفنيه اللي انا عاملها، وكثير كنت سعيد. هذا عرس انا بسميه عرس جماهيري وطني حرفي. كونه يعني ذكرت حضرتك انه كان اليوم في وفود مشاركه او زائره، خلينا نقول في هن كانوا مدعين، يعني الجهات المعنيه دعوا من روسيا ومن بغداد، وحتى في واحد دكتور حكى شعر عن دمشق، يعني لفت الانتباه لكل الناس للشاعر نزار قباني اثناء المؤتمر. وفي كمان ندوات مهمه، انا بنصح كل واحد حرفي يحضر هيك مؤتمرات لانه بتزيدنا معلومات احيانا ما بنعرفها. اكيد هي بالنهايه تبادل ثقافات، يعني طبعاً. اليوم تاثير وتاثر عم نشوف بعض اللقطات استاذ عدنان لعملكم بالمعرض. خلينا نذكر بس انه المعرض مستمر ليوم الخميس. يوم الخميس طبعا. امبارح كان عندنا معنا حدا اكسسوار ليلى ايضا مشارك بال المعرض بالآداب، يعني هي فرصة مثل ما قلنا، ولكن اليوم هاي الفرصة بحاجة لتوثيق أيضا. اليوم أنتوا كشيوخ كار يعني ما بتقبلوا إلا وين ما تكون يكون البصمة موجودة، نكون واقفين. تمام. خلينا نشوف اليوم كيف اشتغلتوا لتضلوا واقفين حتى بقلب المعرض بأعمالكم. هلا النجاح، الحصول على النجاح صعب، والأصعب أنه المثابرة والمحافظة على هالنجاح. يعني أقل ما يمكن أن نكون ثابتين، لحنا ما بنرضى نكون ثابتين بالنجاح، لازم في تقدم بكل مهرجان عنا جديد، بكل يعني شهر شهرين من الزمن لازم يكون عنا تحف فنية، وخاصة بحاضنة دمار. يعني عنا لحنا على طول منشجع بعض أنه وين جديدك، شو عندك، شو عملنا، وين المهرجان اللي بده يصير لاحقا، ان كان محلي وان كان دولي خارجي. كمان احنا على طول بنحضر عنا جديد، ما بيمل الواحد من التحف، بس احنا اذا ما ساوينا جديد لازم بيصير عنا ملل، لازم نساوي تحف جديده ان كانت معاصره او من التاريخ. في بصمات للماضي، في بصمات حلوه، في ذكريات اليوم، واذا الواحد يعني ممكن جيل جديد ما بيعرفها، لكن احنا بطريقتنا صار الحرفي مثقف اليوم ويعرف يشرح بشكل جيد اكثر من اول شلون هي الزخارف وشو بتعني له وهي بانو عصر صارت. يعني كل هالقصص هي الحرفي صار على درايه تامه، وبيكتسب من هيك مهرجانات الحرفي ثقافته الحرفيه والتاريخيه. تماما. نحن شفنا مجموعه من الشباب والصبايا خلال يمكن زيارتنا للحاضنه اللي عندهم هي الطاقات الابداعيه، اللي يمكن في منهم عم يدرسوا وعم يتعلموا هي الحرفه والمهنه. وحضرتك ذكرت قبل انه يمكن في فكره انه بكل محافظه يكون في حاضنه، هذا الشيء تم او هو قيد التنفيذ؟ والله يعني انا بتشكرك على هالسؤال، لانه احنا بانتظار، وكثير من المحافظات بيسالونا شو صار، امتى بده يصير مثلا عنا احنا حاضنه باللاذقيه، بطرطوس، بسويدا، الى اخره، من كل المحافظات بحق لهم، لانه احنا عندنا تضاريس والمناخ لكل محافظه من المحافظات بتشتهر باعمال فنيه بديعه حسب الطقوس تبعهم. لذلك احنا عم ننتظر ان شاء الله الجهات المعنية، بتصور في مرسوم إن شاء الله بهذا الموضوع، وإن شاء الله يا رب بيطلع أنه بكل محافظة من المحافظات بتكون حاضنة تابعة للحاضنة المركزية. بصير هون في غيرة محبة، كل محافظة بتصير تتميز عن المحافظة الثانية، وبصير عنا الفسيفساء الحرفي الثقافي الفني الإبداعي. بالإضافة لهالشي فرص لكثير من الشباب والصبايا كمان اللي حابين يمارسوا مهنة، يتعلموا هيك مهنة وحرفة لإلهم، إضافة يمكن لدراستهم، وكمان يمكن في مردود لإلهم. يعني نحن شفنا هذا الشيء إنه في صبايا وشباب بالإضافة لدراستهم عم يلاقوا إنه هنن عم يتعلموا هي المهنة هي الحرفة، وبالإضافة إنه هنن عم يدرسوا في مردود مادي عم يرجع لإلهم، هذا الشيء كثير مهم. أكيد. هلأ تصور في بعض الدول يعني وقت سمعوا بالحاضنة، لأنه اسم الحاضنة صار مو بس محلي وإنما عالمي، صاروا بدون يطبقوا. يعني هلأ يعني في أصدقاء إن بالجزائر صاروا بدون يعملوا نفس النهج اللي صار بدمشق، وينطلق إن شاء الله بكل سوريا، إنه بدون يعملوا الحاضنة هي اللي بتحضن كل صاحبين الإبداع والحرفيين والحرفيات. ما في اليوم احتكار، اليوم بعدنا عن الاحتكار.
يعني حتى اليوم الصبيه عم تاخذ شيخ كار، يعني بتاخذ هي الصفه اللي هي طبعا تخضع لمعايير وهي بتاخذها بحق لها، وما في اليوم والله انه واحد يحتكر حرفه معينه. لذلك بنقول مثلا عدنان تنبكجي شيخ كار في الفنون النحاسيه، ولانه في غيري مو بس زمان أنا. كانت تحكر على حدا يعني زمان كانت في نوعا ما لبعض العائلات هي الالون، واليوم مفتوح الملعب، واللي بيلعب صح واللي بيشتغل صح بياخذ هي الصفه وبيتابع فيها، لانه كمان شيخ كار وفي قدم، والله شيخ كار جديد، شيخ كار صار له 10 سنين وصاحب الابداع يستثنى من هذا الموضوع. يعني اليوم شيخ الكار وقت بيكون عنده ابداع وما عنده قدم لكن بينقبل بعد ما يخضع لمعايير بجهات مختصه، الاستاذ ناجي حضوي هو صاحب القرار، والاستاذ لؤي شكو مدير حاضنه الدمار، وان شاء الله يا رب شيوخ الكار بتزيد وبتزيد امين وبتزيد. والعنصر النسائي مرحب فيه الصبايا بهمتكم يعني. اكيد اليوم بالكورسات اللي عم تشتغلوا عليها بالندوات بالمعارض اللي عم تشتغلوا عليها، نقول لك اول شيء ان شاء الله تبصر هي الفكره النور، ونشوف اليوم حاضنه دمر هي فكره بجميع المحافظات السوريه يعني اليوم حلوه الغيره الايجابيه. خلينا نروح، ذكرت حضرتك انه دائما انتم بتشتغلوا على فكره انه انتم تحدثوا وتعملوا شيء جديد، شو جديدك؟ شو عندك؟ اليوم شو جديدكم؟ نحن والله أخذنا بصراحة بحاضنة دمر المركزية من وجهة تاعية للسيد وزير السياحة اللي أعطانا الفرصة أنه نأخذ مكان خاص بفندق الشيراتون. هون راح نورجي إبداعاتنا ولو كانت مصغرة بجديدنا. كل حرفي من الحرفيين أو شيخ كار بحاضنة دمر صار بحق له يعرض بهذا المكان اللي عم يكون مكتظ بالزوار سواء من سوريا أو من برات سوريا. هي رسالة موصلها للغير انه شلون هي التحف الفنيه عم تكون. المعاصره اليوم مطلوبه، يعني في ناس عم ما بيحبوا القدم، احنا بنحببهم بطريقه غير مباشره، بنحط لمسات الماضي او ابداع الماضي بلمسات الحاضر. يعني اليوم مثلا مرايه صغيره صبيه بدها تتمرن فيها، بدل ما نساويها هي عادي موديل بنحط لها بعض الزخارف، صندوق بننزل فيه الصدف، بنحط خيوط نحاسيه، دمج الحرف اليوم كمان شيء كثير مهم. هي الرساله وصلت بغير مباشره، صارت الصبيه او الشاب او اللي عم يقتني هي القطعه صار بيحبها، وهي صار فيها شيء من الماضي، من الماضي المجيد والتراث العريق اللي نحن بنفخر فيه موجود بدون ما ينتبه. هون حب القطعة، حب تراثنا القديم وحب الحداثة والعصرنة. باعتبار عم نحكي عن ذكرنا التدريب والشباب والصبايا ودورهم بهي المهن والحرف، كيف عم يكون التدريب؟ كيف عم يتمكنوا من التدريب؟ وايضا المعايير، هل في معايير معينة اليوم لما الشاب او الصبية بدهم يدخلوا ويتدربوا بهي المهن او الحرف؟ حلاوة الموضوع انه كل شيء فوق 18 سنة وما فوق لا محدود، يعني في عندنا كبار بالعمر اليوم عم يجوا يتعلموا 60 سنة 50 سنة، عندهم وقت فاضي بالبيت، عندهم وقت يعني بدهم يعبوه بيتعلموا عنا هي الحرفة، وممكن يساووا ببيتهم ورشة مصغرة بس لابد ما انه يخضعوا دورة أولى وثانية وثالثة وربما أكثر حسب هون الرغبة. أهم شيء أنه الواحد يشوف رغبته شو هي، بحب النحاس يتجه النحاس، بحب الخشب، بحب الصدف، بحب الآلات الموسيقية، بحب شو بيحبه ويتعلم يروح يتابع، والباب مفتوح بحاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية. واليوم كمان صار في دعم أكبر من وزارة السياحة، يعني مو بس الاتحاد العام للحرفيين، نوجه التحية للأستاذ ناجي الحضوي وأعضاء المكتب التنفيذي والاتحادات العامة كمان الفرعية وكمان وزارة السياحة القيادة المركزية، كمان في دعم اليوم، في اهتمام، حتى وزارة الاقتصاد ما عم يأثروا معنا، يعني اليوم في دعم للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغار، في توجيهات كبيرة اليوم لدعم هي المشاريع الصغيرة، هن بصراحة هلي رح يشكلوا جيل اقتصادي قوي بما يخص الحرف اليدوية، وبيعطوا ابتداء من الأسرة دخل جيد وبيدعموا. يعني اليوم الصبية والشاب بدهم يتزوجوا بعض عم يدوروا كمان مو بس على الجمال وعلى السمعة، كمان في مساعدة، في مردود، عندك شهادة علمية، بتعرف في حرفة، بتساعد الأمر بيكمل بعضه يعني. صحيح، وشفناكم اليوم أو خلال السنوات السابقة، يعني مثل ما بيقولوا الأماني كنتم متواجدين بتثقيف الشباب والصبايا بموضوع المشاريع المتوسطة والصغيرة كرمال الظروف اللي كانت عم تمرق فيها البلد، كنا اليوم بحاجة لأفكار جديدة نقدر نعيش من خلالها من الأخير يعني مثل ما بيقولوا.
حضرتك سافرت، طلعت، شفت ناس، شفت دول، شفت ثقافات أخرى، تعرفت على حرف يدوية موجودة بدول أخرى اليوم، ورجعت لسوريا جايب معك شيء جديد، ويمكن أكيد أعطيتهم شيء من التراث السوري. اليوم شو بيميزنا نحن كسوريين كتراث سوري عن باقي الدول، كان بموضوع الموزايك أو غيرها؟ والله لحنا شوفي ما في مثلنا أبداً بسوريا بما يخص التراث اليدوي. هلا انا عندي مثلا جمعيه العادات الاصيله، انا رئيس مجلس اداره جمعيه العادات الاصيله، ايضا من اهدافها الحفاظ وصونع التراث ودعم ذوي الاحتياجات الخاصه بما يخص التعليم. نحن وقت نحضر معارض خارجيه يعني حلوه، وبنحترم كل الحضارات وبنحترم كل الثقافات الحرفيه اللي موجوده بكل دول العالم، لكن نحن وقت عم نروح ما عم نشوف شيء متطور أكثر، ما عم نشوف ماضي عريق مثل ما هو موجود بسوريا، وخاصة بما يخص النحاس وتنزيل الصدف، وين ما كان في تنزيل صدف لكن يختلف تماما عن ما هو في دمشق. تكفيت النحاس ما له موجود أساسا ولا بدولة، موجود بسوريا وموجود حصرا أكثر شيء موجود بدمشق وحلب. موضوع كمان الآلات الموسيقية، العود الدمشقي اللي موجود هون ما له موجود ولا بمكان. لذلك أنا مالي مغرور ولا لي منحاز انه انا كسوري وبعشق التراث تبعنا. لحنا مميزين فينا نقول بكل دول العالم، والعالم هو بحاجتنا بموضوع هذا التاريخ العريق والقديم اللي احنا بنفخر فيه. عنا لحنا ثقافه حرفيه قويه، وعنا ما يغنينا على انه نكون لحنا اسياد العالم بهي الحرف اليدويه التقليديه، وخاصه اليوم كل العالم متجه لوين؟ على الاله. صحيح، نحن ما زلنا عم نشتغل بالاعمال اليدويه وعم نطور هذا العمل، وعم ينتشر الوعي الثقافي والحرفي وخاصة بحاضنة الدمار، ونحن فتحنا دورات بهي الحاضنة والباب مفتوح من خلال شاشتكم الكريمة لكل واحد يتعلم، إن كان كبير أو صغير، صبي أو شاب. إن شاء الله نحن عنا ثقة فيكم وبعملكم، واليوم أنه أنتوا قد هي المسؤولية الكبيرة، اليوم أنتوا حاملين رسالة سورية تحمل التراث السوري لخارج سوريا. بنتشكر حضورك اليوم أستاذ عدنان، تحياتنا لكل أكيد الشيوخ الكار الموجودين بحاضنة دمار، ناطرينكم دائما بجديدكم يعني، وأكيد رح نزوركم بكلية الأدب. أهلا وسهلا فيكم، أكيد نتشكر جهودكم ونتمنى التوفيق الدائم لكم ولكل الشباب والصبايا اللي عندهم هي الطاقات الإبداعية لحتى يتعلموا يمكن ويشتغلوا على حالهم ويطالعوا يمكن مصروفهم بهي الظروف الصعبة، وأيضا الحفاظ على التراث السوري. شكرا كثير لك. شكرا لكم.